كتير لما بيبقى عندنا وصفة خصوصا حلويات فيها عسل بتبقى شوية صعب ان احنا نطلع كمية العسل كاملة من المعلقة او كوباية القياس بتاعتنا. وطبعا لو هنعمل كيك او هنعمل اي حاجة حلوة كتير بيبقى فيها زيت او فيها زبدة، اللي نعمله ان احنا ممكن بنحاوط الماجر اللي احنا هنستعمله سواء كان معلقة او كوباية زي دي، و بنقيس بيها كمية العسل على حسب طبعا الوصفة بتاعتنا. هنلاقي ان احنا لما نيجي ننزل العسل بينزل بسهولة كله زي ما احنا شايفين، الماجر دلوقتي فاضي، وده علشان احنا دهناه بالزيت وما نفضلش العسل لازق فيها ونفضل نحاول نطلعه وناخد الكمية كلها من غير الكمية نفسها ما تنقص مننا ونصها يلزق في المعلقة. فدي حاجة بسيطة خالص. طبعا ممكن ندهنها بفرشة، مش لازم ندليها جواه زي انا ما عملت، ندهنها بفرشة بعد كده نحط العسل بتاعنا، هنبص نلاقيه كله نزل وزي ما احنا شايفين الماجر بتاعنا فاضي من جوه، وبكده نكون سهلنا على نفسنا ان احنا نقيس الكمية اللي احنا عايزينها بالظبط من غير ما نهدر جزء منها يفضل لازق في المعلقة او في الكوباية.